ودلوقتي جه ميعاد للفقره الفنيه الاسبوعيه، وطبعا اللي بنقدم فيها معاكم اهم واخر الاخبار الفنيه اللي حصلت على مدار الاسبوع سواء في مصر او الوطن العربي. وعلى طول بقى نبدا معاكم بحفل اليوبيل الفضي لمدينه الانتاج الاعلامي. حضروا امبارح مجموعه كبيره من الفنانين والاعلاميين، وكان في استقبالهم بقى عبد الفتاح البلتاجي رئيس مجلس اداره مدينه الانتاج الاعلامي، وتم تكريم بقى الفنان الكبير لطفي لبيب والفنانه الهام شاهين واللي كانت بطله اول مسلسل تم تصويره في المدينه وهو البراري والحمول. كمان تم تكريم رموز كتيره من الدراما العربيه، وكان منهم الفنانين والمنتجين وايضا المخرجين. وكان اسم المنتج ممدوح الليسي والنجمه الكبيره سميره احمد، وبرده اسم المخرج الكبير يحيى العلمي، وايضا الفنان تهاني راشد، وكمان الكاتب الكبير اسامه انور عكاشه، وتسلم عنه ابنته نسرين عكاشه، والمخرج محمد فاضل، وايضا المخرجه انعام محمد علي، والمخرج مجدي ابو عميره، والمخرجه رباب حسين. حكمت المحكمة الجنائية في باريس على المطرب المغربي سعد المجرد بالسجن 6 سنوات للأسف بعد إدانته باغتصاب شابة وكمان ضربها في غرفة في فندق في العاصمة الفرنسية، وده كان في أكتوبر 2016. تم إصدار الحكم بعد 7 ساعات من المداولات، وقالت المحكمة إنها مقتنعة بأن واقعة الاغتصاب حصلت بالشكل ده، وكمان وصفتها، والمجني برضو عليها لورا وصفتها بنفس التفاصيل والدقة. الواقعة دي زي ما قلنا حصلت في اكتوبر 2016، وقتها كانت المجني عليها عمرها حوالي 20 سنة، وساعتها بقى يعني اتعرفت على المطرب سعد المجرد داخل ملهى ليلي، وبعدها تناول يعني كمية كبيرة من الكحول، وبعدها تعرضت لبعض المشاكل وكان من ضمنها الضرب والاغتصاب طبعا حسب حكم المحكمة. تصدر اسم الفنان اللبناني وائل كفوري بترند جوجل خلال يعني خبر انتشاره بقى لرجوعه لحب عمره بعد فراق استمر 19 سنة، وده كان بسبب رفض أهلهم وارتباطهم مع بعض. وأكد كمان مجموعة تقارير إن الجواز بقى هيتم في قبرص، وهيقتصر بس على الحضور من المقربين والشهود بس اللي هو يعني حبه، سواء كان من وائل كفوري أو من حب عمره يعني. طبعا قصة حب وائل كفوري وحبيبته ماجدة بدأت في 2004 واستمرت كمان على مدار سنة، ولكنها انتهت بقى بالفراق في 2005 بعد معارضة أهل الثنائي لارتباطهم. حابين نأكد كمان إن الفنان وائل كفوري تجاهل كل الأخبار يعني من غير ما يتم نفيها، وده خلى كمان البعض يأكد إن خبر ارتباطه صحيح 100%. طرحت الفنانة أنغام على حسابها انستجرام البوستر الدعائي بقى لكليبها الجديد نسينا نعيش، ونشر كمان البوستر الدعائي الأغنية، وعلقت عليه وقالت حبيتك قبل ما قابلك بسنين وفي الآخر نسينا نعيش، وده بعد بقى طرح أغنية خليني شوية معاك واللي نزلت بالتزامن مع احتفالات بعيد الحب، وحققت طبعا مشاهدات عالية جدا على اليوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز. خلال الأيام اللي فاتت تم نشر بوستر فيلم بعد الشر، وهو من بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين وأوس أوس ورنا رئيس وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل وهالة فاخر وشيرين. بتدور بقى أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وبيجسد علي ربيع شخصية طيار، ومنتظر كمان إنه يتم عرضه في عيد الفطر اللي جاي. علي ربيع كمان انتهى من تصوير مسلسله الجديد نص التاني،
المكون من 10 حلقات وهو من تأليف إياد صالح ومن إخراج عمرو صلاح. نقيب الموسيقيين مصطفى كامل تعرض للأسف لإصابة في إيده خلال الأيام اللي فاتت، ونشر كمان كامل صورة لإصابته في إيديه على حسابه الرسمي وأيضا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وقال قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله في السراء والضراء، اللهم أنت الشافي، اللهم أنت الصاحب في السفر. أعود بإذن الله غدا لاستكمال الأشعة والعلاج، دعوتكم. طبعا بنقول للفنان الكبير مصطفى كامل مليون سلام عليك. أعلن النجم تامر حسني بقى عن مشاركة الفنانة ساندي في بطولة فيلمه الجديد تاج، بعد اعتذار هنا الزاهد ومي عمر عن بطولة الفيلم. تاج يعني هو تاني تعاون ما بين المخرجة سارة وفيق وتامر حسني بعد فيلم مش أنا، وبيشارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار وأيضا البطولة، بالتعاون بقى مع ماجد الكدواني وسوسن بدر وحجاج عبد العظيم وأيضا برضو زميلنا شريف بديع. أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن إعلان موعد إقامة الدورة السادسة، واللي إن شاء الله يعني هتقام في الفترة اللي جاية من 13 ل 20 أكتوبر 2023 اللي احنا فيه ده. مهرجان الجونة السينمائي أعلن خلاص عن تنصيب المؤسس المشارك للمهرجان، وكمان رائد الأعمال عمرو منسي هيكون مديرا تنفيذيا للمهرجان. إدارة المهرجان بقى يعني أصدرت خلاص بيان وقالت فيه جاء تعيين منسي بالتزامن مع إرساء المهرجان لرؤيته بقى للسنوات القادمة إن شاء الله لتوفير تجربة مثمرة إبداعية لدعم تأثير المهرجان كمحفز رئيسي يعني لتطوير صناعة السينما في المنطقة، وأدينا هنشوف مهرجان الجونة عاد مرة أخرى. توجه الفنان محسن منصور بالشكر للأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأيضا للأستاذ خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، ده على تجديد بقى الثقة فيه للعام الثاني على التوالي كمدير عام لفرقة المسرح الحديث. كمان شكر العاملين بقى بالفرقة بمختلف التخصصات من فنيين لإداريين وكمان كل المنظمين، وقال بشكركم على الجهد المبذول لنجاح العروض المسرحية، وبرضو بتمنى التوفيق للموسم المسرحي الجديد وتقديم أعمال مسرحية ناجحة نقديا وجماهيريا تليق بفرقة المسرح الحديث. طرح النجم أبو علي على اليوتيوب وكمان على المنصات الرقمية أحدث بقى أعماله الغنائية بعنوان إلى حد ما، وهي طبعا يعني أغنية رومانسية بالتزامن مع شهر فبراير وبالاحتفال بعيد الحب. الأغنية إلى حد ما يعني طبعا هي من أغاني إبو الجديدة أو الأغاني الخاصة يعني بي اللي هيتم طرحها الفترة الحالية، وطبعا هي أغنية متميزة برضو وكمان من إنتاج شركة جاما ميوزك وللمنتج محمد جابر. الأغنية هي التعاون الثاني ما بين أبو والملحن محمد عتباني بعد أغنية بيجي منها من فيلم هاشتاج جوزيني، وكمان لاقت يعني نجاح كبير جدا في الفترة اللي فاتت وأيضا على المنصات الإلكترونية وعلى اليوتيوب. ومن أبو بقى خلاص احنا كده خلاص خلصنا معاكم أخبارنا وأحداثنا الفنية، الأسبوع اللي جاي سنونا الأخير بقى معانا أخبار فنية وأحداث كتيرة مختلفة ومتميزة. يلا سلام.